السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم وصفة جديدة اللي هي وجبة خفيفة وسريعة واقتصادية تصلح الغداء تصلح العشاء، واللي هي الفريتاتا الإيطالية. وهي على طريقة الزوج ديالي. يلا باش نبداو يوسف. المهم كنديرو واحد شوية ديال الزيت هكا كنديرو الزيت في المقلاة وكنديرو البصلة تشحر. البصله كنكونو قطعناها على حسب الذوق، يقدر يكون جنيحات، تقدر تكون مسلطه، تقدر تكون دواور، على حسب. كنخليو البصله تشحر في الزيت هاكا طيحها في الزيت. نقدر نزيدو ليها شوية ديال الملحة باش طيح لينا بزاف. نشوف هاهي هي طيحة، غير نحس بالبصلة ماشي شرط طيح 100%، غير تبان ليا واحد شوية شدة طير. ونتبع البطاطا. البطاطا بطبيعة الحال اللي حكيناها في حكاكة بيضة وعصرناها، إلا فيها الما نحيدو منها الما. ايوا من بعد ما دازت واحد تقريبا واحد 3 دقائق على البصله كتشحر، ملي كيبان لينا هكا كتبدا تولي قهويه شي شويه واخا ما طايحاش 100%، كنزيدو ليها البطاطا اللي كنا حكيناها في الحكاكه غليظه كنلوحوها هكذا. كنحاولوا نفرقوها شي شويه هكذا على المقلات صافي. كنخليوها طيب حتى كتبدا طيح حتى هي راه كطيب بزاف باش تكون محكوكه رقيقه. كنا في الاول كنتعذبو وكنبقاو نشدو البطاطا وتنقطعوها مربعات صغار وتنقليوها ونشدو نشفوها من الزيت، عاد نشدو هاد المقله ونديرو عاوتاني البطاطا اللي قليناها، عاود ديرها، عاد دير فوق منها البيض. كانت صراحه متعبه. دابا ما كاين لا قليله والو، كتختار الزيت، كتختار بزاف اشياء. كدير البطاطا والبصله كون كيطيبو مزيان تيطيحو في المقله. ونوريكم الطريقه باش تجيكم هاد الفريتاتا طورتايا، شي حاجه رائعه جدا. هانتوما كتشوفو من بعد ما كبدا طيب شويه كبدا الكميات تضاعف، كتبدا يطلع عليها داك اللون الذهبي. وكنبداو نحركوها هكا ونديروها طيب. المهم مكياخدش هادشي كتر من 5 ديال الدقايق تقريبا. بغا يزيد التومة بيان سيغ يقدر يزيدها، بغا يزيد الحار يزيد الحار، اللي بغا يزيد شوية ديال الفلفلة حارة يقطعها صغيرة يزيدها على حساب الأذواق. أنا غنزيد شوية ديال الكفتة على هاد الفريتاتا. طبعا الحال في يامات العادية تقدروا ما ديروش الكفتة، يعني هاد الكفتة ستبقى غير اختيارية وغير إضافة، يعني غير داك البصلة والبطاطا ومازال غنزيدو البيض كافية وكتجي بنينة 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 بزاف. يعني هنا تقدروا تزيدو غير كاشير، تقدروا تزيدو فرماج فيمي. لا لا دانك فيمي، لا دانك فيمي، فرماج فيمي. صافي حنا درنا الكفتة وغنغطيوها باش الكفته طيب واحد شي شويه ونطوندو نزيدو البيض. وتكون النار مهيله ملي نديرو الكفته، نقصو العافيه ونسدو عليها. كنكونو درنا البيض على حسب الاختيار الزلافه. انا درت 5 البيضات، تقدر دير جوج، تقدر دير 3، تقدر دير 8. شويه البزار، شويه الملح، شويه الربيع، وكنطربوه وكنسكبو البيض على الفريتاتا ديالنا. كنسكبو بالتوازن بيان سيغ في الجناب. نوع الكفته من هنا وهنا. وكنخليو طبيعة الحال عاوتاني يطيب مدة ديال واحد على حسب الاستواء ديال البيض. كاين اللي كيبغي البيض يكون مستوي 100%، كاين اللي كيبغي يكون شويه جاري، على حسب الاختيار. نتوما كتلاحظوا نسبة
البيض فين وصل الفطا وكتحيدوه غنعاودو نغطيه عاوتاني واحد شويه باش يرجع ليك. هاي من بعد ما طابت يلا يوسف تعليقك. وهي من بعد ما طابت بيان سور البيض هو بدا كيجمد، انا ما كيعجبنيش جامد 100%. قدموا لكم بالصحه والراحه. بغيتي تزيدوا شويه ديال الفرماج، كاين اللي كيبغي يزيد فرماج من الفوق باش تجي شي معلك بحال البيتزا داكشي كيبقى اختياري. الوغ ها هي كيفاش جات، كننصحكم بها وجربوها الاطفال ديالكم غادي يحماقوا عليها. هي راه تصلح للغدا وتصلح حتى للعشاء، كيعشى خفيف. تركيين نقدر نقول لك تركيين كيفطروا بها هذه، يقدر يفطر بها تركي كيفطر بالصوصيط راه يفطر بالكفته. شهيه طيبه والى فيديو قادم ان شاء الله. كنقول ليوسف الله يعطيك الصحه، وهكذا كتجي الفريطاطا ديالنا. نتمنىكم تجربوها ونتمنىكم ديروا جيم الفيديو اللي عجبكم وديروا اشتراك للقناه الى عجبتكم. وشكرا لكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.